كان رجل اسمه القانا يعيش في إسرائيل، وكان لديه زوجتان، اسم الواحدة حنة والأخرى فنن. كان لفنن أولاد، وأما حنة فلم يكن لها أولاد، فظنت فنن أنها أفضل من حنة، ولكن القانا أحب حنة أكثر، وهو عالم أن فنن أغاضت حنة حتى بكت. يا غبية، أنت لا تستطيعين إنجاب أطفال. كانت حنة مكتئبة لأنها لم تلد أطفال، فبكت وبكت ولم تأكل. فحاول القانا أن يعزيها، ولكن قلبها بقي مكسورا. فبكت حنة وذهبت لهيكل الرب وهي مرة النفس، فصلت إلى الرب وبكت بكاء. يا رب، إن أعطيتني طفلا فإني أعطيه لربي كل أيام حياتي. وصلت حنة للرب لفترة طويلة، ودخل عالي الكاهن الهيكل وهي تصلي. ولأن حنة أكثرت الصلاة أمام الرب وبدون صوت، وشفتاها فقط تتحركان، ظن عالي أنها سكرة ووبخها. حتى متى تسكرين؟ انزعي خمرك عنك. أنا لم أشرب خمرا يا سيدي، إني امرأة حزينة وأسكب نفسي أمام الرب. بعد أن سمع قصة حنة، قام عالي الكاهن بمباركتها. اذهبي بسلام، وإله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألت من لدنه. فغادرت حنة بقلب شاكر، ثم أكلت وأزالت قلقها عنها. ذكر الرب حنة فحبلت بعدما عادوا بيته. وعندما جاء وقتها ولدت ابنا، ودعت اسمه صموئيل. أحبت حنة صموئيل كثيرا، ورعته بكل قلبها حتى فطمته. ثم حين فطمته أصعدته إلى هيكل الرب كما وعدت الرب. يا سيدي، أنا المرأة التي وقفت لديك هنا تصلي إلى الرب لأجل هذا الصبي. صليت فأعطاني الرب سؤال الذي سألته من لدني، وأنا أيضا عرته للرب جميع أيام حياته. هو عطية للرب. فسبحت حنة الرب بفرح شاكر. كان صموئيل يخدم الرب أمام عالي الكاهن بهيكل الرب، وبارك الرب حنة وعطاها 3 بنين وبنتين. وكبر الصبي صموئيل عند الرب. وفي إحدى الليالي سمع صموئيل صوتا غريبا. تلك الليلة كانت كغيره، صموئيل مضجع في هيكل الرب الذي فيه تابوت العهد. صموئيل، صموئيل! ركض صموئيل إلى عالي الكاهن بأسرع ما يمكن. يا سيدي، ها أنا ذا، هل دعوتني؟ لا يا ابني، لم أدعوك، ارجع اضطجع. فعاد صموئيل للهيكل. صموئيل، صموئيل! مرة أخرى سمع صموئيل اسمه ينادى، فركض مرة أخرى لعالي الكاهن. يا سيدي، ها أنا ذا، هل دعوتني؟ لا يا ابني، لم أدعوك، ارجع اضطجع. فرجع صموئيل للهيكل كما فعل سابقا. صموئيل، صموئيل! سمع صموئيل اسمه ينادى مرة أخرى. الكاهن عالي، يا رب، أنا مستعد لكي أذهب للنوم. ففهم عالي أن الرب هو من يدعو الصبي. صموئيل، ارجع اضطجع، يكون إذا دعاك تقول تكلم يا رب، لأن عبدك سامع. عندما عاد صموئيل للهيكل سمع الصوت يناديه مرة أخرى. صموئيل، صموئيل! تكلم يا رب، لأن عبدك سامع. من ذلك الحين تكلم الله مع صموئيل، وكان الرب مع صموئيل وهو يكبر. وهكذا عرف الجميع أن صموئيل قد تمت الموافقة عليه كنبي للرب. ترك صموئيل كل ما أعلمه الرب له مع شعب إسرائيل، وهكذا خدم صموئيل الرب لفترة طويلة. عاش صموئيل لكي يوجه الإسرائيليين حسب طرق الرب، ومسح الرب ملوك من خلاله. كان صموئيل رجلا عظيم، لقد علم وشارك كلمة الرب للإسرائيليين.